السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الفضائية المصرية، معكم سهل الماسي في برنامجكم صوت المواطن. طبعا هذا البرنامج مثل ما شرحنا لكم قبل فترة أنه يختص بهموم الشعب الموصلي وأيضا حتى الشعب العراقي. نحن الموصلية قناة عراقية تشمل الجميع. معاناة العراقيين هي واحدة، ربما سننقلها على هذه الشاشة. اليوم احنا مشكلة المواطن لابد أن تكون لها حلول، والمشاكل كثيرة ومتعددة والأسباب كثيرة، ولكن نحن عندما نعرض هذه المشاكل على هذه الشاشة وضمن هذا البرنامج نريد أن نضع هذه الملفات الكثيرة على طاولة المسؤولين لكي نجد حلاً لكل المشاكل، وربما هذه الحلول جذرية ربما تكون. طبعا هنالك بعد تحرير نينوى من دنس داعش الإرهابي لدينا الكثير من المعطيات. المعطيات هنالك مشاكل كثيرة منها الإعمار. اليوم احنا راح نتناول الواقع الصحي. هذا الواقع الصحي ربما واقع لا يرتقي بالمستوى المطلوب. لدينا مستشفيات كثيرة مدمرة، يعني هنالك الكثير من المستشفيات التي تم تدميرها من قبل عصابة داعش وفي العمليات العسكرية، ولكن لحد الآن لم تعد إلى سابق عهدها من خلال تقديم الخدمات. أيضا لدينا هنالك نقص في الأدوية. الأدوية يعني محتاجتها المستشفيات بكثرة. لم نصل أيضا بتقديم الأدوية والمعونات الطبية إلى كل المواطنين. 4 ملايين نسمة يحتاجون إلى مستشفيات ويحتاجون إلى إعانة ويحتاجون إلى خدمات، ونطالب من هذا المنبر وزارة الصحة بأنه تنظر إلى محافظة نينوى بنظرة أنه المدينة تحتاج إلى الكثير من المساعدات الطبية. طبعا أكو بعض المنظمات تساعد بعض المستشفيات يعني، ولكن دون جدوى. إحنا نريد تخصيصات مالية، ونريد أيضا نكشف يعني شبكات الفساد اللي ربما تكون موجودة هنا وهنالك. يعني اليوم يعني آخر شيء سمعنا أنه راح يسوون مستشفى مثلا بن سينا ب 326 مليار. يعني هاي الأموال ممكن احنا نسوي بها 4 مستشفيات، ولكن نريد أن نؤكد على أننا نستثمر هذه الأموال في تقديم الأداء الصحي الجيد بالنسبة للمواطنين. إذن أعزائي المشاهدين راح احنا اليوم نزور مستشفى الموصل العام. هذا المستشفى يقع في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، ورح نتعرف على أهم المشاكل واللي يعانيها المواطن أساساً، المواطن الموصلي اللي يراجع. طبعاً مقدمة ما حقول أنه أدوية ماكو، العلاجات قليلة. هذا الموضوع الرئيسي اللي نهتم به. كل المراجعين قاطبة دا يشترون أدوية من الصيدليات القريبة من المستشفى أو المستشفيات الأخرى أو من المذاكر. هذا الموضوع لازم نهتم به ولازم نعرضه على شاشة الموصلية، لأنه الواقع الصحي متردي بشكل كبير. تعالوا لنا. إذن أعزائي المشاهدين إحنا انتقلنا إلى داخل المستشفى حتى تشوفون. يعني اليوم إحنا لقينا الحجية قاعدين على الكاشي هذا الموجود هنا. يعني إحنا من نقول دعم معناتها هو دعم بالنسبة لإعمار المستشفيات. يعني هسه حاليا إحنا مع عدم وجود الأدوية، ولكن حاليا إحنا موجودين قاعدين على الكاشي. حجية شلونك؟ الله يرضى عليك، الله يحفظك بإذن الله. إحنا وين هسه؟ مستشفى الموصل. زين، ليش قاعدة بالقاع؟ ما ردت استراحه وما لقيت كرسي او قنبه اقعد عليه، قعدت على الحجي على الكاشي الحمد لله. ايش محتاج المستشفيات؟ والله اتمنى يعني تتحسن الاوضاع، يعني من ناحيه الدكتور يرتاح، المريض يرتاح، الموظف يرتاح، يعني المراجع يجي يرتاح، يعني حتى يشوف راحه يقعد او يستنظر او ينتظر، عاش ازدحام واقف يم باب الدكتور ويصير ازدحام عليه. فاريد يعني هذا الشيء يتطور، يعني كنت جناح ابو حاد او مثلا يعني مثلا ابو الباطنيه ابو حاد، ابو الجلديه ابو حاد،
بالأذن وحنجة رب أحد، يعني شو القصد؟ يعني أصلا هاي المستشفى محتاجة إلى عمار. شلون لازم والله يعني تفيد بالغرض بس إرادة أحسن يعني. هي مفيدة بالغرض يعني الحمد لله. مثلا الجهات المعنية لو دزلنا فلوس خلينا نقول بالعامية حتى نقدر نبني هذا المكان. هو لازم دعم، لازم دعم للدولة للحكومة من المنظمات، لازم هذا الدعم نحتاجه نحن العراقيين. يعني حيل تعبانين، من أي جهة تعبانين سبحان الله. يعني بالاقتصاد، بالبناء، بالصحة، يعني هذا كله لازم يراد لنا دعم. شنو رأيك في الواقع الصحي بمحافظة نينوى؟ والله حالياً أسعلها زين الحمد لله، بس العلاجات يعني مرات خارجي برا، مرات أكو يعني شيء يفيد بالغرض. هسه جيد من الإذن وحنجرة الحمد لله، أكو علاج قطرة وكبسول و... بس العلاجات الكبيرة يعني مثل الأدوية؟ لا ماكو، مثل ما الضغط سكري هذا كله خارجي. خارجي أكو يعني قليل بس ما يفيد بالغرض، يعني ما يفيد بالغرض، يجي هنا قليل بس ما مثل يعني يدعم المريض. كم مرة تجين على المستشفى أنت بالشهر؟ والله ما هي مرتين، جي مرتين بس عندي دكتور خارجي راح أرجعه أخصائي مال ضغط وسكري. زين الحمد لله. محتاجين إلى بناء وأدوية ماكو. والله هو سبحان الله النسمة كبرت، فيعني مثلا الناس كثرت ايه، والعلاج يحتاج وجاو تعرف مرات نفط ماكو كهرب ماكو، فيصير برودة يعني بالبشر ويتوجع قليل يعني. اتمنى تتعمر هاي، اتمنى يعني اتمنى والله يعني مثلا سننتظر في الكراسي شغلات هيجي. والله يا نظافه زينه يعني، بس امي راد يحتاج بعد. بس هم يعني المستشفى لو عندهم فلوس امكانيه يا عافيه لو اكو امكانيه تمام ليش لا، يدعموا المواطن، يدعم الدكتور، يدعم الفراش كلها لازم دعم لهم همينة. يعني هسه الدكتور من يجي ازدحام عليه ما يقدر يركز او شغلات، او يجي على الصيدلي ما يركز. لا بنشوف يعني هو اكو كادر صحي اكو اي والله دكاتره تمام، دعم ماكو دعم. المستشفى ليست بالمستوى المطلوب يعني تمام. ايه مع اسم سبحان الله على اسمه يعني لازم تكون ازيد، هو اسم مستشفى الموصل يعني باعتبار لازم تطور ازيد يعني. هسه من نروح على شنو الفرق بين المستشفى الاهلي والحكومي؟ والله الاهلي ليش لا يدارون بوربيه فلوس. بوربيه شنو؟ فلوس غير فلوس. ايه هنا ماكو فلوس ها؟ ماكو مادين. ماكو مادين ها؟ لا اكو ليش والله وصل 3000 ليش لا؟ انت دخلتي يعني مثلا للمستشفى الاهلي وشفتي وضعيته؟ يا شلون؟ يا مستشفى؟ والله بنتي سوت عمليه مستشفى حال على طريق السكر. ايه ما بسموها مستشفى الربيع. الربيع اي هم يعني معالجات ومضمد يجي ودكتور يجي ودكتوره الداري، يعني اكو شغلات حلوه. إذن أعزائي المشاهدين الحين مستمرين وياكم ببرنامجكم صوت المواطن. طبعا هسه رح نلتقي بالمواطن اسمك الكريم هشام فايز. هشام انت بيا مستشفى حاليا؟ مستشفى موصل العام العسكري. العسكري في الموصل. زين شنو مشكلتك انت؟ والله مشكلتي يعني احنا نجي هنا على المستشفى يعني ماكو يعني خدمات متوفره، لا علاج متوفر، يعني انا واقف والله العظيم من 9:30 انا هنا اسالك اي لك شو واجهت الدكتور كتب لي كله خارجي، علاج ما متوفر. بالخارجي ما يعني ما عندي امكانيه اروح الخارج، انا يعني والدي شهيد عسكري. والله العظيم ما عندي امكانيه اروح الخارج. اجي هنا على المستشفى بطاقه ب 3000 دينار، اكمل اشوف الدكتور يحل لي على الخارج، وانا ما عندي امكانيه اروح الخارج، لو عندي على الخارج كان ما جيت للمستشفى. يعني اعرف المستشفى شنو، المستشفى كله امراض يعني. قبل فتره اجيت انا يعني ما ابي اكش، جيت ويا والدتي، جيت هنا للمستشفى رجعت البيت مرضت. بعد ما اقدر. مرضت؟ والله تمرضت، بعد ما اقدر. قلت يا والدتي انا والدتي جبت المريض على المستشفى، انا رجعت للبيت تمرضت. المستشفى امراض انا ما اريد المستشفى. شنو يعني ليش مرضت؟ يعني شنو الاسباب تقدر تذكرها؟ اذكرها يعني قاعد انا باللاي انتظر والدتي كان يعني يمي الدكتوره، جيت انا يم واحد ما اعرفه مريض هو خطي يعني ما اعرف فيه مريض. شو انا صرت البيت بعد ما اقدر. يعني قعدت يمه؟ قعدت يمه مريض. انا يعني انصبت بالعدوى؟ انصبت بالعدوى. مرضت رجعت ثاني نهارين على المستشفى، هو هم كان خطيه عنده علاج ما اعرف. جيت هنا رجعت المستشفى كم هم انا وصل والدكتور والفحوصات وهذه على الخارج، يعني ماكو علاج ماكو. يعني تروح على الخارجي
بالخارج ما يرحمك بالخارج، هذا المستشفى متوفر. زين شنو المرض اللي تعاني من عنده انت لو اهلك؟ لا انا هسه انا متعاني. شنو مرضك؟ مرضي انا عندي الامعاء، عندي الامعاء ملتهبه وعندي تقرحات بالامعاء انا. يعني اجي هنا كل فتره يعني مثل اراجع هذا، اقول بكي متحسن بكي هذا تمر على الخارجي، اجي اكتب لي علاج يقول لي روح على الخارج، وانا والدي عسكري شهيد. زين الادويه اللي يكتبها هذا هذا هذه مو موجوده بالصيدليه؟ ما موجوده، هسه يقول اخذها من الخارج. يعني هسه انا اعرف ايش تطلع بالخارج، هو انت عجل المستشفى وايش كبره والعالم، العالم مو واحد اثنين يجي علي، العالم من محافظات يجي علي. وفر شيء بالمستشفى، خلي المستشفى العالم تجي علي تقول المستشفى راقي وهاي، وفر علاج كل شيء وفره للعالم. انت ما قاعد لي تقول لي روح على الخارجي، قاعد عاش مستشفى احنا علاش مراجعين نراجع ومرضى وهاي. هم شوي يرحموا العالم، جيبوا علاج وفر، ونشد وزير الصحه انه يوفر العلاج لهذا المستشفى، مستشفى كبير ومحترم يوفر لنا علاج له، خلي العالم تراجع يعني. زين الواقع الصحي معناها متردي. متردي متردي يعني هسه انا جيت انا قصيت بطاقه ب 3000 دينار، هسه انا طبيت للدكتور يجق السلام عليكم شيك فحوصاته هذه كملت، جيت هنا كتب لي هذا الوصل، قال لي روح على الصيدلية اذا ما اكون اخذه خارجي. جيت للصيدلية يا ابوك هذا العلاج، قال لي لا على الخارج. عشان نهاية انا راح على الخارج على الجنان على الجيان على المستشفى وهاي. اذا اعزائي المشاهدين طبعا احنا راح نعطيك هسه هذا، وان شاء الله نحاول ندبر لك العلاج بعد ما ينتهي البرنامج. انتظرنا اذا اعزائي المشاهدين طبعا مثل ما شاهدتوا وسمعتوا بام عيونكم، مثل ما شاهدتوا وسمعتوا او شفتوا بام عيونكم، يعني اليوم المواطن يشتكي من قلة الأدوية كما ذكرنا. اليوم احنا هذا المواطن اللي عنده أزمات كبيرة وكثيرة، يعني اللي يتيم، اللي ما عنده أبي يشتغل مثل هذا، المرأة المطلقة، المرأة الأرملة، كل هذول يجون على هذا المستشفى حتى يتلقون علاج. احنا يعني مهمتنا كبيرة، لازم تكون يعني أول نقطة أنه نأكد عليها أنه كيفية إدارة الحياة في نينوى. إحنا شلون ندير الحياة إذا ما إحنا بيكون بالنا وعيننا على شعب نينوى؟ اليوم مطلوبين إحنا من أدنى، أصلاً أنا مطلوباً عندي أول واحد حتى وصل رسالة إلى المسؤولين، هذا أول معطيات الوضع الحالي، وآخر شيء أنه هذا الصوت يوصل إلى المسؤولين، ومن ثم السلسلة تكتمل بماذا؟ بتوفير الأدوية لهؤلاء المساكين. يعني اليوم كثير من الفقراء من يراجعون المستشفى، هذا من تقول له أعطيك حبات برايستول شو يسوي بها؟ هنالك الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة اللي يعانون منها المواطنين، هؤلاء الذين يعني يريدون توفير العلاج بشكل أو بآخر في المستشفيات الحكومية. المستشفيات الحكومية لم تصل المستوى المطلوب في تقديم الخدمات الطبية إلى حد يومنا هذا. إذن أعزائي المشاهدين إحنا مستمرين معكم في برنامج قصات الماضي. طبعاً هسه التقينا بمواطن آخر، طبعاً إحنا نتجول بالمستشفى هذا تشوفون، يعني قبل أن أسأل المواطن، يعني المستشفى طبعاً هسه سقف يحتاج إلى إعادة تأمير، هذا السقف راح نصور فيه بعد شوية. أيضاً الممرات تحتاج إلى إعادة تأهيل، يعني اليوم إحنا في هذا المكان. طبعاً بالمناسبة هذه المستشفى، هاي البناية تابعة إلى نقابات العمال، يعني ما تابعة إلى وزارة الصحة، وهي هاي المشكلة الرئيسية اللي تمنع تقديم الخدمات بالنسبة للمواطنين. احنا مخلين مستشفى في مكان ليس تابعا إلى وزارة الصحة. إذا نلتقي بالمواطن، السلام عليكم، شلونك حجي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله يرحم والديك. حجي أزيدك معلومة، هذا المستشفى كان قبل عسكري. نعم. تابع للفرقة الرابعة. نعم. كنا عسكريين قدامة، كنا نجي هنا مال جرحى. نعم. هسه حولوه مدن، والله الاطباء معاملتهم كلش يعني حسنه وجيده جدا، بس علاج ماكو علاج، يعني يسجل لك مغذي
كانونه تروح تجيب من برا، كانونه جهاز اعطاء، تروح على العلاج تنطي اكتب لك كله خارجي 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 خارجي، اكتب لك هنا اعطيك اسبرين. ومن يطلع هذا وزير الصحه بالتلفزيون يسالونه شلون كل شيء متوفر، وين كل شيء متوفر؟ كل شيء ماكو. هسه اسال اي مريض هنا اساله، اي واحد روح اساله قول له اكو علاج، المهم يسجل لك الدكتور وتطلع اكو علاج، شو يقول لك؟ لك ماكو. زين هسه حاليا خلينا احنا طبعا نبحث عن الحقيقه، احنا يعني الكاميرا قدامنا، انت ايش عندك وابنك شبيه؟ والله ابني جيت اخذت له سهنار حشاك يعطيك العافيه يشكل كلى ماله. زين فهسه تعال نروح نشوف، كملنا سونار قال اخذ له درارهم، اخذنا له فحص درار، هسه اروح على الدكتور تشوف ايش راح ايش يكتب له علاج. زين العلاج هسه ماكو له قبل؟ والله العلاج هو ماكو، هاي من ايش قد نجي ذاك الاسبوع قبل شهر قبل نفس الشيء نفس الشيء. كم مره راجعت بهالشهر هذا المستشفى؟ والله ذيك المره بذاك الشهر وهسه هذا الشهر هذا مشيت. ايش لقيت انت؟ شفت انت الكاميرا قدامك احكي لي. ماكو تغيير، نفس المعامله، معامله الدكاتره فول، يعني ما نقدر واحد يظلم من حظه، الدكاتره زينين، الدكتورات ابو الاشعه ابو السونار وين ما تروح معامله حسنه يعني حيل حسنه، بس علاج ماكو. لذلك قمنا نتمنى نقول يا رب يجينا السوداني مثل ما قاعد يزور مستشفيات. شنو رايك بالواقع الصحي بنينوى؟ والله حيل متردد، كل شيء ماكو، لا تسمع الحكي، والله علاج ماكو، وين اي كلنا ساعه ترى المستشفيات مال مصر، تروح مستشفى صدام اللي يسموه سلام روح ماكو علاج، تروح مستشفى الخنساء نفس الشيء، تروح مستشفى الزهراء نفس الشيء، اي مستشفى تروح ابن اخويا تقول له يسجل لك يكمل تطلع راجل، تجي على الصيدليه يقول لك خارجي، روح اشتري من برا. ليش؟ زين برايك شو نسوي حتى نرتقي بالمستوى الصحي بنينوى؟ شو نسوي احنا؟ والله يا اخو شو نسوي احنا؟ لازم نراجع المسؤول الكبير او هو مدير الصحه نفسه الاستاذ الكبير شو اسمه هذا؟ رئيس الوزراء. رئيس الوزراء محمد شيع السوداني السيد. رئيس الوزراء محمد شيع السوداني الله يحفظه، اذا ماكو زحمه عليه خليه بس يجي يزور مستشفيات الموصل، خليه يجي يشوف شاكو ماكو. شوف العالم عايشه بالضيم مره. زين هسه انا اتناقش وياك هسه، طبعا الشاشه قدامنا، احنا مو نسمع مرات ميزانيات موجوده لوزاره الصحه؟ احنا نسمع ونقرا. ها؟ زين ما الميزانيات وينها يعني؟ يعني وينها؟ يعني بس احنا معتمدين على المنظمات اللي تساعد المستشفيات الله يقبلها، اكو ميزانيات كبيره خياليه بالنسبه لوزاره الصحه، بدنا نسالهم احنا الوزارات القديمه. وين الفلوس هاي مال؟ زين يابا حتى المساعدات الدوليه اللي مرات تجينا وين تروح؟ هي حتى المساعدات هي نص الطير، وين تروح ما ادري. يبيعونها؟ اي ما ادري شو يسوي لها عجل. غير هذا ويطلع تساله هذا مدير الصحه تقول له يابا الشغله هيك وهيك ترى ماكو علاج، يقول كل شيء متوفر عندنا. وين كل شيء متوفر عندنا؟ هو ساعه هنا مستشفانا هنا عايش على المنظمات، ترى مو على الرئيسي. رئيسي ماكو تعيش انت. والدي توفى بهذا الاسبوع الراح، فرحت قبل ما يتوفى كنت بالمستشفى العصر المغرب، ففوتناه على الردها، فردت اطلع بعد من الردها الدكتور قال طلع وديه على البيت وباشر بس روح جيبه على الشاشة. ردت عربانه ماكو، ردت عربانه بس دفعوا بي طلعوا على التاكسي على البر يعني ما طلعوا بيت، قالوا ماكو عربانه. رحت اشتريت عربانه على حسابي 145,000، حتى لما جبت العربانه كل الممرضين موجودين بالمستشفى ضحكوا علي. يعني مديرات مستشفى الجمهوري وكلهم يعرفون اللي هي، كلهم كانوا واقفين الدكاتره وقالوا يابا ايش اشتريت؟ ماكو عربانه؟ قلت لهم لا والله ماكو عربانه، تعالوا جيبوا لي عربانه. وطلع ادور على عربانه ماكو، ورحت اشتريت عربانه على حساب 145 استخدمتوها نهار واحد، وتوفى والدي ثاني يوم. واقول انا ما اقول شيء، بس اقول مدير صحه وين ولعت؟ غير مدير صحه يجي راجع المستشفى يجي يضحك عليها يجي يقول ايش محتاجه ما محتاجه. بس يطلع يقول احنا اكو ادويه واكو كل شيء وكل شيء ماكو. خلي اسالك، انت دورت ما لقيت عربانه؟ دورت وماكو عربانه، وحتى موجودين الممرضين كلهم واقفين عليه، قلت بس اريد لي عربانه ادفع والدي بيها اطلع على السياره، وما حد اطاه. وتوفى والدي الصبح الساعه 5 الصبح. مستشفى العسكري. هاي الحادثه. وهاي الساعه اسوي شهاده الوفاه ماله.
هاي الحادثه قبل ايش قد؟ هاي هذاك الاسبوع الاثنين المغرب وكلهم يعرفون وكانوا ممرضين والدكاتره واقفين عافية عربانة على المستشفى الجمهوري ما بيها عربانة؟ يعني ايش خصوصيات انبياء العربانة؟ ما هي خصوصيات اللي يجي واحد مسؤول طلعون عربانة قدامه واذا ما يجي احد ماكو عربانة؟ اروح اشتري انا لعداني مواطن اروح اشتري عربانة 145,000 على مود ليلة واحدة اطلع والدي بيها؟ والدي توفى الصبح مباشرة المستشفى العسكري. إذن أعزائي المشاهدين طبعا هنالك تعقيب أيضا، يعني نحن عندما ندير المستشفيات في العراق يجب علينا وضع الميزانيات. طبعا اليوم الميزانيات التي يتم تخصيصها بالنسبة للواقع الصحي في نينوى لابد أن تكون كبيرة جدا. يعني أهم نقطة أنه إحنا لابد أن نوفر العربات الصغيرة اللي تنقل المريض، هاي مهمة كبيرة بالنسبة لو توزيع على المستشفيات. يعني اليوم المريض ده يقول أنا دورت ما لقيت عربانة، هاي مشكلة كبيرة. هاي إحنا خلي نوفر لنا 4-5 عربائن أو 6 أو 10 لكل مستشفى لحالات الطوارئ. يعني اليوم إذا مستشفى ما بي عربانة شو راح تنقل المريض من الخارج أو خارج المستشفى إلى داخل المستشفى إذا كان مصاب أو إذا كان بحادث آخر؟ إذا عزيزي المشاهدين راح ننتقل إلى مكان آخر أو مواطن آخر، تعالوا ويانا. إذن أعزائي المشاهدين راح ننتقل بمواطن آخر حتى يتحدث لنا حول رأيه بالنسبة للواقع الصحي. نعم، أنا المواطن أحمد عادل، هسه جيت على المستشفى قبل نص ساعة، فتت بطاقة 3,000 دينار، أعطوني عصارة واحدة، كتبوا لي على علاج الطبقة 5,000 دينار، 6 طبقات 30,000، زين أنا أشتغل عامل مثلا، يعني أجي أحطهم للدكاترة لو للعلاج لو للمصرف للعائلة، يعني هيك. يعني اشتغل انت؟ انا اشتغل عامل كاسب، هسه على البطاقه هذه الطبقه هذه 5000 دينار، زين المستشفى ما بي، انا اشتريها خارج ب 5000، 6 طبقات يعني 30,000. هذا هسه ايش قد انطاك السنه؟ انطاني 6 طبقات، 6 طبقات ب 30,000 هسه اشتريتها. منين؟ من خارجي؟ اشتريته خارجي، المستشفى انطاني هذا بس، وانا قاص بطاقه ب 3000 دينار، يعني ما عنده منين يجيب. يعني هسه طين هسه يعني هسه احنا شوف يعني هسه احنا خلينا واقعين، احنا ما بنطلع شيء من جيبنا. المواطن ده ينطي 3,000 وهذا بلف اسبوليا، يعني معناته انه المواطن يعني ما يجي مجاني. نعم، يعني شوف احنا مو هذا الدعم اللي نريده، احنا نريد دعم من قبل وزارة الصحة، دعم بالدواء بالادويه. الادويه نعم، هسه انا لو اكو علاج هنا أنا عادي، يعني شغلتي ما ماكو اي شغله، بس هسه انا اشتري خارج، يعني منين؟ يعني واحد متى هاي الوضعيه هذه؟ يعني انت هسه تعرف ناس تساعد ناس، يعني هم المفروض يعني وزاره الصحه تنتبه لهذا الموضوع، يعني الوزاره ماكو، يعني انا هسه اروح اشتري خارج يعني منين؟ يعني هي متى هاي الوضعيه هذه؟ خليني اسالك سؤال اخر. اسال. انت زرت غير مستشفيات؟ لا والله أنا قريب هنا، يعني مثلا رحت على ذاك الجانب، معقولة ما رايح؟ أنا رايح لغادي أنطي على مصرف الدم، يعني يصير عندي دم زايد أروح أنطي على مصرف الدم، يقول لي تعال لازم تطي 7,000 دينار رسوم برا تنسحب بطل دم. أنا النوبات يصير عندي وجع براسي، أروح أنطي دم يقول لي ألب 7,000 دينار. شنو؟ أنطي دم. تتبرع؟ أتبرع بدم، يقول لي ألب رسوم 7,000 دينار. زين ما شنو هالرسوم؟ أنا رايح متبرع، ما شنو ارسم؟ يعني شغله شنو الشغله؟ شغله وزاره، يعني ما اعرف شو اقول لك، يعني ما اعرف شو، يعني انت رايح تبرع بدم، اكو ناس تجي تستوجب هذا الدم تشتريه مشترى، انا برا يقولوا لي شنو الدم مالك تعال نشتريه مشترى، اقول لا انا رايح تبرع لهذه الناس اللي ما عندي. شكرا على اذا شكرا جزيلا للمواطن، طبعا عبر عن رايه، ويعني هاي امين نقطه في امان اخرى بالنسبه
لدائرة صحة المحتوى، يعني النقاط بدأت تسجل كثيرا. واحدة من النقاط هسه المواطن جاي يتبرع، يعني هو من دا يتبرع، من دا يتبرع المواطن ها المفروض يعني تغدوه، مو يعني لو غلطان أنا، المفروض المواطن من يروح يتبرع يكرموه. أنا أتذكر قبل 30 سنة خلينا نقول كان المواطن يروح يتبرع يطوه شربات ينطوه أكل، يمكن يتذكرون من كنا صغار كنا نروح ويا أبهاتنا كان أكو موجود حتى ينطوه غدا معلاق ينطوه، خلينا نحكيها بالعامية. هسه حاليا الرجل قال يا أبا أنا راح أتبرع هاني وأعطي رسوم 7، يعني شيء ما يشبه شيء. إما شوفوا مسارين، إما إحنا نخدم المواطن أو نقول صريح العبارة إحنا ما نريد نخدمك يا مواطن، والله إحنا نريد نسمع، يعني ملينا، نريد من هاي الحكومة الجديدة الموقرة الانتباه إلى الملف الصحي. الملف الصحي متعب في نينوى، عندنا مستشفيات ما معمرة، عندنا كثير من زين سعدنا أسر أحشي لك على منطقة موجودة في أقاصي الموصل ما بيها مركز صحي. هذا إحنا لابد نرتقي. اليوم المعركة معركتين عندنا، معركة انتصرنا على داعش، والمعركة الأخرى أنه كيف إحنا نحارب الفساد ونقضي على كل ينابيع الفساد، وأيضا حتى نرتقي بالواقع الصحي أنه الكوادر موجودة، ولكن إحنا شو محتاجين الأموال حتى نقدر نشتري الدواء وأيضا نبني المستشفيات المدمرة إلى حد الآن. أنا ما شايف واحد يريد يهدم مستشفى يأخذ فلوس، عاون صراعي وفلوس خيالية. يعني هسه تم الاتفاق على هدم مستشفى الجمهوري القديم التعليمي بفلوس كثيرة، يعني هم شيء ما يخش العقل. يعني الهدم ترى بسيط الهدم، بس من تخلي رقم خيالي للهدم هم مشكلة. هاي فكروا دائما يا مسؤولين بأننا سنلاقي الله سبحانه وتعالى وسنحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الله. خلينا ننتقل إلى مكان آخر. إذن أعزائي المشاهدين، نحن مستمرين معكم ببرنامجكم صوت المواطن. طبعا هنالك الكثير من الآراء تقول بأن الواقع الصحي لم يتم دعمه في نينوى بالشكل المطلوب. احنا اليوم في هذا المستشفى كما ذكرنا أن البناية ليست تابعة لدائرة صحة نينوى وإلى وزارة الصحة، وإنما دائرة تابعة ومكان تابع إلى نادي العمال أو نقابة العمال. فرح نسأل السيد مدير المستشفى دكتور يوسف مؤيد حول الاحتياجات اللي سمعتها قبل شوية، يمكن كنت تحدث فيها، ريت تتحدث فيها. أهلا وسهلا بقناة الموصلية في مستشفى الموصل العام. أستاذ سالم، تعرف أنه هي بناية مستشفى الموصل العام هي بناية تابعة لنقابات العمال، نعم، ولكنها خصصت لمستشفى الموصل العسكري سابقا قبل 2003. طبعا بعد 2003 حولت إلى مستشفى عام تخدم المواطنين بما فيهم القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي وكذلك المواطنين في الجانب الأيمن. والمعلوم أنه محافظة نينوى تعرضت إلى أكبر هجمة، وهي هجمة داعش وسيطرة عصابات داعش على هذه المدينة، ومن ضمنها هذه المستشفى وكثير من المستشفيات في محافظة نينوى. بعد التحرير هي من المستشفيات الأولى في الجانب الأيمن اللي تم تحريرها وقدمت خدماتها للمواطنين في الجانب الأيمن، والآن هي تعتبر من المستشفيات الرئيسية في الجانب الأيمن خدمة للمواطنين.
طبعا نحن الدعم المقدم لنا من دائرة صحة نينوى أولا، من الوزارة، وزارة الصحة بالنسبة للتجهيزات الطبية، تعرف نحن تابعين لوزارة الصحة. نعم. التجهيزات الطبية والأدوية، كثير من الأدوية متوفرة بدرجة جيدة، لكن هنالك أدوية تخصصية تخص بعض الأمراض، هذه ليست مسؤوليتنا. تعرف أنت نحن ما يصلنا من الوزارة نحن نقوم بتوزيعه على المواطنين ونستخدمه في المستشفى، المستلزمات الطبية كذلك. بالإضافة إلى هنالك مبالغ ترسل لنا عن طريق دائرة صحة نينوى، هذه تقوم اللجان في المستشفى وهي اللجان فرعية بشراء الأدوية والمستلزمات. نحن دائما نحرص على أنه الأساسيات تكون متواجدة في المستشفى، أساسيات الاحتياج في الحالات الطارئة، أساسيات الاحتياج لإجراء العمليات، أساسيات الاحتياج للمرضى الداخلين. كما معلوم مواطننا الكريم، بعض الأدوية اللي مثلا مثل ما ذكر جنابك الأدوية المزمنة أو هذه، هذه الأدوية ليست من يعني في بعضها للعيادات الطبية الشعبية. هنالك دفاتر للأمراض المزمنة يأخذها المواطن من العيادات الطبية الشعبية، هذه ليست مسؤولية المستشفى. يعني أغلب الأدوية اللي اليوم شفتها إنه كان بالصيدلية يقول أنا ما عندي، يعني خمس مواطنين اللي التقيت قال ترى أنا ما عندي الأدوية ولازم من الخارج يشتري، يعني شلون؟ نعم، أنت تعرف أستاذنا الكريم، نحن أنا ذكرت في بداية حديثي إنه الأدوية اللي هي الأساسية نحن نحاول تكون متوفرة. طبعا المواطن ليس فقط الأساسيات، هنالك أدوية كثيرة يحتاجها، طبعا بعضها متوفر بعضها غير متوفر، بعضها تجي كميات قليلة جدا لا تتناسب مع حجم هذه المحافظة. أنا أرجو أنه يعني يصل لجنابك الكريم أنه هذه المحافظة الآن تعدت الخمسة ملايين حسب آخر إحصائية اللي ذكرت، فهذا العدد الكبير من المواطنين يحتاج إلى رعاية صحية أكثر، يحتاج إلى كادر صحي بناء أكثر وبناء مستشفيات. طبعا كما معلوم أنت تعرف يعني محافظة نينوى بشخص السيد المحافظ ودائرة صحة نينوى بشخص المدير العام الدكتور فلاح الطائي تحاول قدر الإمكان تتعامل مع الحكومة المركزية في أنه تعيد بناء المجمع الطبي اللي أنت تعرف يعني هو مدمر بالكامل، مستشفى الجمهوري مدمرة بالكامل، مستشفى ابن سينا اللي هي مستشفى ضخمة جدا تعتبر من المستشفيات اللي هي تتجاوز 600 سرير، هذه المستشفى مدمرة كاملة. هذا يؤدي إلى ظهور نقص في الخدمات الطبية. طبعا مواطننا الآن استقر في هذه المدينة، استقرت الحياة في هذه المدينة، نحن نحتاج إلى دعم أكبر في الجانب الصحي اللي هو كما معلوم طبعا الوزارة هي 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 الأم لدائرة صحة نينوى. طبعا نحن نتمنى من شخص السيد الوزير والسادة المسؤولين في الوزارة أنه اهتمام أكبر بمحافظة نينوى. دكتور أنتم راح تستقرون بالمكان هذا لو أكو تخطيط لنقلكم؟ طبعا نحن نعمل بالموجود الآن، الموجود الآن هو هذه المستشفى الآن هي تقدم خدمة. في حالة أنه يعني تم بناء مستشفيات حديثة، أنا أعتقد هذه المستشفى يعني تعرف أنت كما يعني يعرف جنابك أنه هي يعني الأرض تابعة لنقابات العمال وكذلك مخصصة محجوزة لوزارة الدفاع العراقية، فطبعا اعتيادي من رايح تكون عندنا مستشفيات المسؤولين عن المحافظة والمسؤولين عن الصحة لهم القول الفصل في ذلك. يعني إن شاء الله حالياً باقين أنتم ما متحولين؟ طبعا نحن الآن نقدم خدمات ل يعني للجانب الأيمن وجنوب الموصل وكذلك مناطق كثيرة من حتى الجانب الأيسر من الموصل يأتون إلى هذه المستشفى. طيب الدكتور، احنا أنا يعني زرت المستشفى أكثر من مرة. نعم. هنالك يعني أماكن في داخل المستشفى، غرف على صالات انتظار تحتاج إلى بعض التأهيل، مثلا الدكتور نعم. قبل شوي تحدثت عن نعم. الطوارئ. نعم، نحن أنت تعرف كمستشفى كانت في الماضي هي مستشفى عسكري،
كان الاحتياج للطوارئ يكون ليس بالحجم اللي الآن تحتاجه. الآن هي تخدم الجانب القوات الأمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها للمواطنين المدنيين والعوائل في الجانب الأيمن وجنوب الموصل. هذه هذا المكان وهذا العدد يحتاج إلى توسعة ويحتاج إلى تدخلات كثيرة. أنت تعرف يعني نحن في كثير من الأحيان المكان يخوننا. يعني الآن في الدول الراقية والتصميمات الحديثة للمستشفيات الأمور مختلفة، أماكن الانتظار مختلفة. نحن هنا نعمل بالممكن الموجود من المكان، نستغله في تغيير كثير من التغييرات، نعمل حتى نصل إلى مستوى جيد للخدمة. يعني نحاول أن نقدم ما نستطيع إن شاء الله. نعم. نتمنى انه نرتقي بالواقع الصحي، واحنا يعني شفنا الكوادر موجودين بيعملون يعني كخليه نحل في هذه المستشفى، وايضا الدكاتره غير مقصرين، ولكن نحن اللي نحتاجه الى الاموال حتى نستطيع ان نرتقي ب يعني اليوم اذا احنا ما هي انه مستشفى كامل للغرف زينه للدكتور او اماكن للعمليات جيده، كيف يعمل الدكتور؟ ولا هذا مشكلتنا الاموال، بالاموال ممكن ان نسوي اكبر مستشفى احسن مستشفى. احنا صار لنا 5 سنوات متحررين ولكن لم نرتقي بالواقع الصحي لحد الان. راح نتحدث اليوم عن مستشفى الالماني بالنسبه للطفل. نعم نعم. طبعا كما ذكرت في حديثي سابق انه نحن هذه البنايه معلومه هي بنايه غير معده كمستشفى. الان هذا الكادر اللي هو يعني كادر مستشفى الموصل العام، الآن أضيفت إلينا مستشفى تم تحويرها وهي مستشفى خاص لجائحة كورونا، طبعا 100 سرير تم تحويرها إلى بأمر من الوزارة ومن دائرة صحة نينوى إلى قسم للأطفال تابع لمستشفى الموصل العام. أتمنى من جنابك أن يعني تذكر كيف يعمل الكادر، نفس الكادر في مستشفى أخرى هي معدة كمستشفى، طبعا يعملون بكل تفاني وإخلاص. الآن نحن أصبحت لدينا مستشفى للأطفال في الجانب الأيمن 100 سرير، نعم تابعة لمستشفانا، تحتاج إلى تخصيصات كما ذكرت جنابك للأموال حتى تكون الخدمة أفضل وأفضل وأفضل، لكن لو يعني تتابع عملهم وتجد ماذا يعملون لإنقاذ أطفالنا ولخدمة مجتمعنا في الجانب الأيمن ومجتمعنا في عموم محافظة نينوى. أعتقد أنه نحن في مستشفى معدة كمستشفى سوف تجد الخدمات الطبية مختلفة اختلافا كليا. نعم في المستشفى السلام الألماني للأطفال سوف تجد خدمات مختلفة. لماذا؟ كونها البناية معدة كمستشفى. إن شاء الله نحن دائما نسعى إلى أن نرضي الله سبحانه وتعالى ونقدم خدمة صحية لمواطننا المصري الكريم. الأطفال اللي تستقبلهم المستشفى. نعم تعرف جنابك الكريم من كان قسم الأطفال في هذه المستشفى في داخل هذه البناية وكان محصور في ردتين بسيطة كان لا يتجاوز الدخول في مستشفانا 1000 طفل. الآن وصلنا إلى مرحلة 3000 طفل وأكثر. هذا إن دل على شيء دل على جودة الخدمة التي تقدم في المستشفى الألماني اللي هو تابع لمستشفى الموصل العام. وأيضا الكثافة السكانية. طبعا طبعا الكثافة أنت كما معلوم الجانب الأيمن أغلبه مناطق شعبية كما تعلم بالإضافة إلى القرى والنواحي القريبة اللي هي في جنوب الموصل، طبعا أغلبها
يكون وجودها في مستشفانا وكذلك في مستشفى السلام الألماني اللي تابع لمستشفى. هي مستشفى كرفانية. نعم. يعني متى نتخلص من الكرفان؟ يعني اليوم احنا عندنا يعني ما نريد احنا يعني هذا كلام ايضا موجه للجهات المعنيه وليس لمدير المستشفى ايضا، يعني متى نتخلص من الكرفان ونمسح كلمه كرفان ويعني المفروض نصير بنايه؟ استاذ سالم، نحن في الميدان، نحن ما يتوفر في الميدان نقوم بالعمل به. نحن الان لدينا مستشفى حورت الى مستشفى للاطفال. نعم. نحن عن نخدم في هذه في هذه الساعة وفي هذا الوقت. متى ما اكتملت بنايات كثيرة ومتى ما تم الدعم من قبل الحكومة المحلية والحكومة المركزية لإعادة إعمار ما تدمر ورجعنا إلى البناء اللي هو الكونكريتي اللي هو كمستشفيات حديثة، سوف تجد هذا الكادر البسيط اللي موجود في المستشفى تجده يعمل كخلية نحل لخدمة مواطننا الكريم، وإن شاء الله دائما نحن في خدمته وبما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن أعزائي المشاهدين، نحن نشكر الدكتور يوسف مؤيد طبعا على طروحاته البناءة، ونشكره على لأنه طبعا يستحق الشكر لأنه بدأ في هذه المستشفى مبكرا منذ بداية تحريرنا بالساعات الأولى. احنا اليوم نشكره، نشكر الاستاذ، بارك الله بك. من دكتور وهنالك التعقيب بسيط طبعا، يعني اليوم احنا محتاجين الى ثورة. على ماذا ثورة؟ في القطاع الصحي. احنا قلنا المجتمعات كيف تقاس او الدول كيف تقاس؟ تقاس في مجالين، المجال الصحي والمجال التربوي. اذا ما ارتقينا بالمجالين ممكن ان نحصل على شعب صحيا جيدا ونحصل على شعب مثقف. هذا الجانبين المفروض الحكومات السابقة كانت غير مهتمة به، ولكن حاليا احنا نطالب الحكومة الجديدة الموقرة بالاهتمام بالقطاعين. عندنا مدارس كرفانية وعندنا مستشفيات كرفانية، هاي المشكلتين لازم احنا نعالجها. وشوفوا احنا بالنسبة لنا في برنامج صوت المواطن لا نستحي من احد، احنا الحق يقال على المنبر العريض. اليوم يعني كما تعودت على سالم الماسي يتحدث وينقل هذه المعاناة، ورب مسؤول في بغداد يراني ويسمعني ويكتب له الحسنة عندما ينفذ بعض المشاريع في نينوى. نحن محتاجين إلى ثورة إعمار في نينوى خاصة بالمستشفيات، ونريد مستشفى بديل لهذه المستشفى، لأنه الجماعة ما تعرف بأي دقيقة يقيمون دعوة عليهم النقابة يقول لكم اطلعوا برا. فنريد مستشفى، احنا نريد تخطيط. اليوم احنا من واحد بيته ياخذوا ورثه، شو يسوي هذا واحد من عندهم؟ يروح يشتري له لقي له بيت من هسه، يقول لك خاف باشر لا يطلعون يعني، زين؟ لان احنا عندنا محاكم وعندنا قوانين تحكم البلد، فاذا جماعه اشتكوا واخذوا وربحوا القضيه واخذوا البنايه، شو راح نسوي احنا؟ احنا ما لازم نبقى مكتوف في الايدي، لازم نخطط حتى ننتقل الى مستشفى اخر، ومن ثم من هسه نخطط الموقع والمكان، حتى لانه الكوادر موجوده والكوادر الطبيه موجوده تعمل بجد، ولكن احتياجاتنا الى الواقع الصحي، الدواء، البنايات، وايضا الاماكن وتبديل الكرفانات. إذن أعزائي المشاهدين، إحنا انتقلنا من مستشفى الموصل العسكري العام بعد ما زرنا الردهات وبعد ما تحدثنا ويا السيد المدير حول آليات عملهم في المستشفى، انتقلنا إلى مستشفى السلام اللي للأطفال اللي تابع لأيضاً المستشفى الموصل العام. طبعاً إحنا اليوم نشوف هذا مستشفى كرباني. قبل لا نسأل المواطن، المستشفى الكرباني لابد أن يبدل ببناية حتى تكون الخدمة رسمية. اليوم هذه الكرفانات ممكن احنا نبدلها ونخليها بناية شامخة وأيضا عدة طوابق. هذه مطالبنا بالنسبة للحكومة الموقرة الجديدة. راح ننتقل بالمواطن. مرحبا، شلونك؟ أهلا، مرحبا يا هلا. جنابك جبت الطفل ابنك؟ اي والله بنتي. بنتك؟ اي بالله بنتي. من اي قرية؟ من قرية السحاجي. زين،
ايش قد عدد نفوسكم انتم؟ والله تقريبا فوق ال 500 هيك 500 نفر. نفر له الف؟ لا لا تقريبا فوق ال 500 ومنعدى ناس يعني تدري ساكنه بالموصل، ماكو لا ميه ولا مي بير ولا مي حلو، ماكو مشترك كله ما عندكم اي والله بالقريه. المشروع ما نضلوا كيله وين يكملونه ولحد الان ما كمل يعني. زين ايش بيها بنتك؟ والله بنتي الصبح حراره هيك وجبناها هنا عند المستشفى قاموا بواجبها والله ما قصروا يعني. زين بالقريه ما عندكم مستشفى؟ عندنا بالقريه مستوصف عندنا بس انا اقول لك ما بي غير شروب، بس شروب يعني ما بي كل شيء يعني روح تروح تجاهل ماكو غير الشروب. كادر طبي بي؟ ماكو بس اثنين بي يعني ما تقول تروح على ابره على شيء ماكو كل شيء ما بي. اي والله عاد مرات ننطر نطلع على زلط يعني انا عندي سياره من الصبح والله جيت قبل على العسكري من العسكري حولوني هنا. زين انت كم مره راجعت المستشفى هذا المستوصف اللي عندكم كم مره؟ وقال عندنا عندنا الروح والله الروح يعني هاي عندنا تدري الساعه شويه هاي الجموع حار وبارده الجهال كلها سخنت تروح عليه يقول لك ما عندي غير شروب تنطر على المضمدة الصبح والله افتريت بالجديده كلها على المضمد الدكتور ماكو رجعت على العسكري ومن العسكري حولوني هنا. عيد لي هاي الجمله بس انا اقول لك جيت هنا لا لا لا, لا خلينا نوقف. عيد لي هاي الجمله افتريت على ايش؟ على مود يعني دكاتره مضمدين تدري انا اول مره يعني ما المستشفى تدري بس جيت هنا لا والله قاموا بالعلاج يعني وشي درجه احنا عندنا نحكي على القريه احنا لا القريه ما بيها والله شنو ما بيها؟ ما بيها غير الشروب ايه ودورت عليه من؟ ما عندنا مضمد بالجريه جيت على الجديده هنا ماكو مضمد ولا دكتور؟ ماكو والله كل شيء بيها لحد البنايه ايش بيها؟ هي هنا؟ اللي بالقريه ماكو والله بدالك بس العالم قاعده وهذا هو كل شيء ماكو منو العالم قاعده؟ اه يعني المواطنين قاعدين بداخل المستوصف؟ لا لا ما حد قاعده اي لا بالله بس انه مركز وهذا هو ما بي كادر طبي؟ ما بي قاعد اقول لك كلهم اثنين اثنين واليوم كانوا موجودين ولا؟ ما رحت عليهم انا اول شيء بنتي يعني هاي لحق عليها لحد الان حالتها يعني تعبانه يعني لما رجعت تروح وماكو غير شرب انت شو تسوي؟ تنطر يعني تروح على مضمد على دكتور على اخصائي يعني الله وكيل يعني من الصبح للساعه يعني يدرون هنا يعني الاخوات هنا يدرون الله وكيل اخت بنتي كل حاجه تريد تموت. زين انت غير هالمستشفى كم مستشفى راجعت؟ ما لا والله ما رحت يعني اقول لك يعني قبل شهر شهرين والله قبل فتره رحت على المستشفى مال الولاده ايه مال ما شاء الله كلها دارها درجه اولى الدواء يعني تشتري من برا لو لا لا كلها من المستشفى مستشفى اي نعم لا بالله يا سعيد من الصبح جيت لحد انا والله ما اشتريت كل شيء ما شاء الله مدارة ونظافة والدكاترة جزاهم الله خير يعني ما عافونا أبد شكرا جزيلا مبارك الله احنا ننتقل للمواطن ولكن هنالك تعقيد احنا اليوم في الإعلام خلينا نقول الإعلام هي الصورة المراقبة لكل جهة ما عدا استثناءات احنا من نعين كادر طبي في قرية معينة لابد أن يكونوا مداومين زين هاي نقطة تحتها خط أحمر المفروض الكادر يكون موجود وبعدين احنا طبعا هذا الكلام موجه الى الجهات المعنيه العليا احنا من نقول الواقع الصحي في نينوى معناته نينوى في نواحيها وقراها واريافها احنا من نريد ننهض في هذا الواقع لازم نوفر الدواء والمكان ها وايضا الكوادر اذا ما استنفرنا كل الطاقات ولكن اذا ما بقينا نراوح في اماكننا ونطلع دعايات وشعارات دون ان ننفذ هذه الشعارات هذه مرفوضه بالنسبه لنا اليوم احنا مهمتنا انه كيف إن نخدم هذا المواطن لان المواطن الموصلي تعب كثيرا الاطباء دي يخدمون ولكن هنالك مشاكل في الاموال وفي البنايات هسه انا ممكن التقي بطبيب اقول له تعال الى البيت يمكن اخذه على البيت يجي الرجل عنده مهمة إنسانية زين ولكن على الجهات المعنية أنه إنشاء مستوصفات صحية داخل القرى وخاصة وجود دكتور للأطفال وأيضا الأدوية اللي تخص الأطفال إذا أعزائي المشاهدين راح ننتقل إلى أحد الأطباء حتى نتحدث معه عن هذه المستشفى Oh, 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 oh
اذا اعزائي المشاهدين للاطلاع على خدمات هذه المستشفى راح نلتقي بالدكتوره همسه راح تفشينا حول الخدمات في هذا المكان، واذا ما كان الدواء موجود او لا. مرحبا دكتوره. اهلا وسهلا. دكتوره احكي لنا على الخدمات اللي تقدموها للاطفال. والله هو حاليا بهاي المستشفى عدد العايجين من المرضى عدد كلش كبير يعني، ونحن نستقبل كل الحالات تقريبا، ويجينا دائما اللي عندهم التهاب الامعاء والتهاب المجاري التنفسيه والشمرات، ونحن يعني نقدم لهم العلاجات ان شاء الله. زين كلهم يدخلون للردهات لو اكو تعالجهم؟ لا اكون عالجهم بالطوارئ ويطلعون على البيت، واكون دخلهم على الردهات. زين اي طفل يدخل على الردهات اي نوع من المرض؟ هو الانواع يعني مثلا اللي عندهم جفاف كلش قوي، او عندهم شمرات متكرره، او اللي مثلا يعني عندهم ضيق نفس كلش قوي، يعني نحن الحالات نحن نفرزها واما نطلعهم على البيت واما ندخلهم على الردهات. الامراض اللي انتشرت هاي الفتره بين الاطفال الاطفال هو حاليا اكثر شيء عايجونا التهاب الامعاء والاسهال الدموي، ويجونا هم من التهاب المجاري التنفسيه. تمام زين بالنسبه للادويه، الادويه موجوده؟ لانه انا حسب ما سمعت انه كثير من الاطفال، يمكن وصل عدد الاطفال المراجعين 3000 طفل، فهؤلاء اكيد يحتاجون الى ادويه. هي الادويه كامرجنسي كطوارئ متوفره يعني نوعا ما، بس اكو بعض العلاجات مثلا بالردهات قسم منها ما موجوده ما متوفره. اللي هي يعني عندنا كثير ادويه مثلا الفانكومايسين، يعني اكو بعض الادويه ما متوفره. ما متوفره. تمام. والعدد المرضى طبعا كلش كثير، يعني احنا عندنا 100 سرير تقريبا يوميا يدخل لنا على الطوارئ 60-70، والعدد يعني عندنا المرضى كلش قليل مقارنه بالكادر، يعني الكادر شوي عددنا قليل. كادر قليل. نعم زين. طبعا نشكر الدكتور على هذه الايضاحات اللي كنا محتاجينها، طبعا لابد من تعقيب. يعني اليوم احنا اشوفه من نقول لم نصل بالمستوى المطلوب، يعني هو لم نصل بالمستوى المطلوب، احنا اليوم محتاجين الى ثوره في القطاع الصحي. كيف؟ احنا محتاجين انه شوفوا ذكرت حاليا عندنا كم طبيب متخرج موجود حاليا بلا تعيين. زين هاي نقطة مهمة، ها يعني على الجهات المعنية التأكيد، وأيضا الرواتب المدخرة. هسه بعض القطيع الدكاترة المساكين دا ينتظرون الرواتب المدخرة مالتهم. يعني احنا نريد من وزارة الصحة ومن السيد رئيس الوزراء يعني يلتفت التفاتة كبيرة إلى قطاع الصحة في نينوى، لأنه احنا إذا ما أعددنا الدكاترة وأيضا الممرضين بشكل جيد لا نستطيع الحصول على خدمات أكبر، وأيضا الأدوية بالنسبة للأطفال. إذا أعزائي المشاهدين راح نختم حلقتنا باب المستشفى، تابعوني. إذا أعزائي المشاهدين احنا في ختام هذا اللقاء اللي التقي بكم أسبوعيا، طبعا وصلنا إلى الختام، تنقلنا في أروقة مستشفى الموصل، وأيضا عرضنا لكم الكثير من الآراء، آراء المواطنين حول عدم وجود الدعم الدوائي بالنسبة لمواطنينا من أهالي الموصل. كلنا أمل بأنه الجهات المعنية المقصودة بأنه تنهض بالواقع الصحي الذي دون المستوى المطلوب في نينوى. نتمنى من الجهات المعنية إنقاذ شعب نينوى طبعا بالدواء وبإنشاء البنايات الخاصة اللي نقدر نسميها مستشفى، مو نبقى نعتمد على المستشفى الكهربائي هذا، أريد نبدله. وأيضا نتمنى من الجهات المعنية
خدمة المواطن الموصلي والارتقاء بالواقع الصحي في نينوى ومن قبل بغداد أيضا. وحتى ملتقانا وإياكم أعزائي المشاهدين في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.